أدعو إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها المبتلين بالحروب الطائفية إلى تطبيق الآية الشريفة: لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فمتى اعتدي عليك من يدعي الانتساب إلى نبينا عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قل له هذه الآية فتكون صاحب حق، وعموما كن مظلوما ولا تكن ظالما، وإلا أدت هذه الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.